اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجي، وقال أن تركيا مستعدة لفعل ما يلزم عندما يحين الوقت المناسب. واتهمت أنقرة أثينا في الآونة الأخيرة بتسليح جزر بحر إيجي منزوعة السلاح، وهو أمر تنفيه أثينا. ولم يسبق لأردوغان أن اتهم اليونان باحتلال الجزر، وقال أردوغان: احتلالكم للجزر لا يقيدنا، عندما يحين الوقت والساعة المناسبين سنفعل ما يلزم.